شاب بيحب النادي بتاعه، بيحب الفريق بتاعه، بيحب لعيبه النادي الاهلي. فاللقطه جت كده سبحان الله. معانا احمد يوسف اللي امام حضراتكم، او اللي كانت اللقطه اللي كان موجود في اللقطه امام حضراتكم. يا احمد ازيك؟ الو 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 يا كابتن اسلام، ازيك يا احمد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. اخبار حضرتك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير الحمد لله. اولا يعني الحقيقه انا سعيد جدا بوجودك معايا النهارده، و انا ما شفتش شكلك، يعني انا الحقيقه ما اعرفش شكلك ولا حاجه، لكن شرفني طبعا. ولكن اللقطه اللي انت عملتها امبارح دي وكانت بظهرك سبحان الله، هي لقطه ملهمه من وجهه نظري للجميع. قول لي اللقطه دي او وقت احراز علي معلول لهدف المباراه حسيت بايه يا احمد؟ وهل انت دائم التواجد في الاستاد دائما مع النادي الاهلي؟ اه انا على طول ان شاء الله، انا على طول مع النادي الاهلي في اي مباراه هنا في اسكندريه بكون معاه على طول، وخصوصا برج العرب لان هو قريب مني شويه. انت اسكندراني؟ اه اسكندراني. منين؟ من اسكندريه؟ من العمريه. من العمريه كمان، احسن ناس طبعا، حبايبنا كلهم، انت عارف ان انا اسكندراني. اهلا وسهلا. اهلا بيك احمد. يعني اولا زي ما بقول لك كده، قول لي اللقطه بتاعت الهدف، انت كنت حاسس بايه ساعتها؟ وكنا حاسين كده ان انت يعني حاجه جميله جدا ومبسوط جدا. هو ضغط الماتش كله يعني انا طلعته في الكام ثانيه دول. اه يعني خلاص الماتش قرب يخلص ومتعدين الماتش اللي فات، والتعادل برضه الماتش ده اربع نقط برضه هنضيعهم فكتير في المشوار الدوري. فاحنا كنا متعشمين في ربنا كده ان احنا ان شاء الله يعني نجيبه. انا كنت متاكد ان الجون هيجي. اه فهي كده. ايه اللي خلاك متاكد يا احمد ان الجون هيجي؟ انا كنت جنبك، انا على فكره انا كنت ورا الكاميرا، فلما جه الجون انا قعدت يعني انا ازق نفسي، وحتى ما اعرفش ان انا اتصورت ولا اللقطه. ايوه انا بقول لك هي فرحه كده جت يعني فجائيه يعني. الحمد لله يعني اللعيبه طلعت رجاله وقدروا يفرحونا. ما هو اللعيبه دايما، لعيبه النادي الاهلي دايما رجاله، ولكن انا برضو اللقطه دي بالنسبه لي يا احمد هي لقطه زي ما بقول لك كده، هي لقطه ملهمه لكل الشباب المصري. انت شاب عندك كام سنه؟ انا عندي 30. كام؟ 30 سنه. 30 سنه، ربنا يديك الصحه. بتشتغل في حاجه معينه او بتعمل حاجه معينه؟ اه عندي محل فتحه سايبر. اه في العمريه برضو؟ في العمريه. طب احنا عايزين بقى الاهلاويه كلهم يروحوا، اي حد عايز يعمل حاجه في السايبر، ما احمد موجود اهو، يعني عايزين نشوف الاهلاويه بقى الفتره اللي جايه هيعملوا مع احمد ايه. لا الاهلاويه حبايبي كلهم هنا في العمريه والله. اهلاويه وزملكاويه كمان. والزملكاويه كمان. بتحضر طيب كل الماتشات يا احمد اللي بتبقى في برج العرب؟ اه على طول على طول في برج العرب متواجد. ما بتجيش القاهره خالص؟ لا جيت مره واحده ماتش اهلي والزمالك اللي هو السنه اللي فاتت، لان المشوار عليا صعب. اه فما بقدرش ان انا ايه اروح واجي يعني. أنا أوعدك إن شاء الله إن لو النادي الأهلي وصل نهائي البطولة الأفريقية، المباراة دي حضرتك هتبقى موجود في أي استاد. أي استاد، وده دعوة من قناة النادي الأهلي ومن يعني أنا هتكلم باسمي أنا، لأن أنا لا أملك الحقيقة إن أنا أتكلم باسم أي حد، ولكن أنا هتكلم باسمي إن شاء الله. المباراة نهائي البطولة الأفريقية إن شاء الله. إن شاء الله. لو وصلنا للمباراة النهائية إن شاء الله يعني هتكون حضرتك من المتواجدين أو من الجمهور اللي متواجد في أرض الملعب ده أولا. امبارح كابتن شريف عبد المنعم الحقيقة برضو وعد بأن أنت تبقى متواجد معانا برضو في القاهرة داخل النادي الأهلي، ويعزمك الكابتن شريف والكابتن فتحي والكابتن محمد حشيش، وانا طبعا هتشرف بالتواجد معاهم، ان انت تبقى موجود داخل النادي الاهلي، وانا هحاول انسق معاك، وهتاخد برضو تيشيرت من النادي الاهلي، لان هي دي الروح اللي احنا دايما عايزينها، روح الانتماء وفي نفس الوقت عدم الياس. انا مش حابب اتكلم على مرض، انا مش حابب اتكلم على اي شيء، ولكن انا حابب اتكلم على النقطه الايجابيه اللي في الموضوع، وهو عدم الياس من اي شيء. مشجع بيحب فريقه، بيجري ورا فريقه، بيتفرج على فريقه، وهو ده الاهم. فانا يعني اتمنى ان حضرتك تكون موجود معانا ان شاء الله. ان شاء الله هنحاول نتفق. شرفية والله. هنحاول. بشكر الكابتن شريف وكابتن فتحي وكابتن محمد حشيش الحقيقه، كل الناس كل الناس كانت سعيده جدا. كلام حلو امبارح والله، بشكرهم جدا وبشكر حضرتك طبعا. ربنا يخليك. ولكن كل الناس الاهلاويه الحقيقه، انت مش متخيل كميه الاتصالات اللي جات لي بعد المباراه. يعني انت بتقول لنا ان انت بتروح كل مباراه لبرج العرب، ولكن سبحان الله هي الكاميرا جابت اللقطه دي، خلت الناس كلها
تتكلم عن احمد يوسف وتقول قد ايه ان هو شاب مكافح، شاب بيحب فريقه، شايف شغله في نفس الوقت، عندك شغلك وعندك شغلك الخاص، وبالتالي يعني كل الناس كانت سعيده جدا بهذه اللقطه يا احمد، واتمنى ان اللقطه دي تكون لقطه ملهمه للشباب المصري خلال الفتره اللي جايه. عايز تقول حاجه يا احمد؟ اشكرك طبعا يا كابتن اسلام، وبشكر قناه النادي الاهلي، وبشكر النادي الاهلي اعظم نادي في الكون فعلا، يعني حبه مش من فراغ يعني. النادي الاهلي ده الوحيد هو اللي بيقدر يخرجنا من اللي احنا فيه. يعني فرحته دي احنا بنستناها، يعني لو كل احنا لو كل يوم ماتش مش هنقول لا يعني، بس الحمد لله وان شاء الله اللي جاي افضل، وباذن الله اهم حاجه السنه دي بطوله افريقيا، لان البطوله دي انا نفسيا نفسي منتظرها. لان انا البطوله دي لان انا حضرت رادس السنه النهائي اللي فات وما حصلش نصيب ان انا ارجع من تونس بالبطوله. ان شاء الله تكون موجود في نهائي البطوله دي، وان شاء الله تكون موجود وتحتفل ان شاء الله. طبعا المباراه الاولى ان شاء الله وصلنا النهائي هتبقى هنا، لكن ان شاء الله تحتفل وتبقى دايما متواجد مع فريقك المفضل فريق النادي الاهلي. اخيرا يا احمد، لو عايز توجه رساله للاعيبه النادي الاهلي في مباراتهم القادمه امام سان داونز. يعني كل الدعم ليهم ان شاء الله، وربنا يوفقهم، وانا متاكد ان شاء الله ان اللعيبه رجاله وان شاء الله يعملوا نتيجه ايجابيه هناك، وان شاء الله نحسمها من هنا باذن الله. انا بشكرك جدا يا احمد، ودايما هتبقى متواجد، وان شاء الله هنخلي محمود سعيد رئيس تحرير البرنامج يكلمك، وهيتفق مع الكابتن شريف والكابتن فتحي والكابتن حشيش، ان شاء الله يبقى يوم حضرتك تبقى متواجد داخل النادي الاهلي، بس الفرقه ترجع بالسلامه عشان برضو تبقى دايما موجود في وسطنا. شكرا جزيلا يا احمد على وجودك معانا، وعلى هذه اللقطه من وجهه نظري هي لقطه ملهمه.